فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الشبه التي يذكرها القبوريون عندنا أنهم يقولون: نحن مقصرون ومذنبون ونستحي أن ندعو الله ونطلبه، فنلجأ للولي لأن لديه جاها ومكانة، فبماذا نرد عليهم؟ قل: هل الله أمركم بهذا؟ أول شيء قل: هل الله أمركم بهذا؟ هاتوا دليل إن الله أمركم بهذا. هذا شرع ما لم يأذن به الله فهو بدعة ولا يجوز. الله أمركم بدعائه مباشرة بدون أحد، قال ربكم ادعوني، ما قال ادعوني بواسطة فلان، هذا تقول على الله عز وجل. طيب أنت مذنب وأنت تستحي، استحي من الله واستغفر الله وتوب إلى الله، والله قريب مجيب غفور رحيم. نعم.